النهارده جايبه لك كريم ممتاز جدا جدا جدا، سعره 13 جنيه ونص بس، يعتبر مفيد وهيحميكي من الالتهابات ومن الاحمرار ومن الحبوب اللي شكلها مزعج جدا ومن التقرحات اللي بتحصل لما تزيلي الشعر بطرق زي مثلا الشيفينج او اللي هو ازاله الشعر بكنات الحلاقه. لا، انت تقدري تعملي ازاله الشعر عادي بالسويد زي ما انت عايزه، بس هتستخدمي كريم هيقلل الألم وفي نفس الوقت هيحافظ على بشرتك. تعالي أقولك مزايا الكريم ده وتستخدميه ازاي، وفي نفس الوقت أقولك ايه الحاجات اللي تعمليها علشان تاخدي اكبر فايدة منه، علشان طبعا في ناس كتير بتقول ان هو مش بيأثر معاها. لا، انا هقولك النهاردة في الحلقة بالظبط 3 حاجات مهمة جدا علشان تاخدي كفايتك من الكريم ده. خليكم معنا. اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. لو انت جديد في القناة تنساش تعمل اشتراك علشان توصلك كل الفيديوهات. مش كفاية اشتراك، دوسوا على علامة الجرس لغاية لما يطلع فوقيها الخطين علشان توصل لكم اي اشعارات مني. وعلشان مشكلة الفيديوهات الناس كتير مش بتشوفها، خلينا نوصل الفيديو ل5000 لايك علشان يوصل لكل الناس. الكريم اللي انا جاية اكلمكم عنه النهاردة هو البريدوكاين كريم. والبريدوكاين كريم ده يعتبر يعني تحفة عملته شركة جلوبال نابي. هو يعني يعتبر كريم مخدر وبيخدر بشكل ممتاز، داخلين فيه مادتين الاتنين بيساعدوا على التخدير بنسب متساوية متجمعين فيه. اول حاجة الليدوكاين، تاني حاجة البريلوكاين، الاتنين مع بعض لما اتخلطوا بنسب متساوية طلع البريدوكاين. طبعا ناس كتير جدا بتشتكي ان البريدوكاين مش بيجيب معاها تأثير او مش بيعمل معاها التأثير المطلوب. تعال اقول لكم النهاردة ازاي تاخدوا نتيجة كويسة جدا منه وفعلا يساعد على التخدير، ما يبقاش كلام بس. وبرضو اقول لكم في تحذيرات، يعني مش كل الناس ينفع تستخدمه. طيب ازاي انا اخد منه اكبر فايدة ويعني احقق فايدة منه كويسة جدا وفعلا يعمل تخدير، مش ان انا استخدمه مثلا وبعدين اقول لا ده ما عملش اي حاجة. اول حاجة علشان تشوفي نتيجة كويسة، مش بس ان انتي تحطي مثلا حتة صغيرة على جلدك، لا، في 3 حاجات مهمة جدا لازم تعمليهم. اول حاجة انك تحطي كمية مناسبة، يعني كتري شوية، ما تحطيش كمية قليلة. لو حطيتي كمية قليلة طبعا مش هتحسي باي حاجة. لازم تحطي كمية يعني معقولة بحيث انها تغطي المنطقة بشكل كافي جدا وتوصل لها اكبر قدر من المكونات بتاعة الكريم. طبعا هتعملي كده بالتدليك بالراحة خالص، يعني تحاولي تعملي تدليك علشان الكريم يمتص الجلد بشكل كويس، مش تحطيه وخلاص. حاولي تعملي كده عملية تدليك بسيطة علشان الجلد يتشبع بالكريم ويوصل له بشكل كافي. تاني حاجة بقى والحاجة اللي فعلا بتفرق جدا، انك من اي صيدلية تشتري شاش، بكرة الشاش العادية جدا هتغطي بيها المكان اللي انت حط عليه الكريم، بحيث ان احنا نضمن ان الجلد يتشرب بالكامل يعني جدا البريدوكاين ويوصل للنهايات العصبية علشان يعمل عملية التخدير بشكل كويس. تالت حاجة بقى ودي المهمة، ان احنا نسيبه من نص ساعة لساعة الا ربع، من نص ساعة لساعة الا ربع. لما يعني تسيبيه وقت قليل مش هتلاقي النتيجة كويس. اللي بيسيبه 10 دقايق او ربع ساعة ويستعجل طبعا مش هتحسي باي حاجة، عادي هتلاقي نفسك زي ما انت. لا، هو بياخد وقت علشان الجلد يتشربه ويعني يوصل ويبدأ يشتغل ويعمل عمله على اتم وجه. اول حاجة هتحسي بيها انه في تنميل ابتدى يحصل، وممكن شوية يعني زي كده احمرار، زي حاجة يعني تحسي ان انت عايزة تهرشي شوية. فاول ما تحسي بالتنميل والحاجات دي يبقى على طول هو بدأ يشتغل، والتأثير يعني التأثير ده بتاعه ممكن يقعد مثلا من ساعة لساعة ونص، بحيث ان انت تقدري تعملي السويت من غير اي مشكلة، من غير ألم، من غير ما تلجأي لطرق تانية زي الشيفنج اللي هو مثلا مع كترته بيحصل انه تطلع حبوب كتير تحت الجلد شكلها مؤذي جدا. غير ان هو برضو بيسود المناطق اللي بيتعمل بيها الشيفنج، بتبقى يعني لونها بيبقى اغمق من الجسم. فبالتالي كل ده نبعد عنه بان احنا نستخدم طريقة ازالة الشعر العادية اللي احنا واخدين عليها، بس نستخدم كريم البريدوكاين علشان هو بيساعد جدا انه يسهل العملية دي. طيب
طيب اهم بقى نقطة ايه؟ التحذيرات اللي ما ينفعش تستخدمي فيها البريدوكاين كريم، او ما ينفعش ان انت تستخدميه طالما ان انت عندك اي حاجة من الحاجات دي. اول حاجة، لو في جروح او التهابات اصلا على الجلد او تقرحات او جرح مفتوح، ما ينفعش تستخدمي البريدوكاين خالص، لان ده ممكن يسبب لك ضرر. تاني حاجة، لو في انيميا برضو ما ينفعش تستخدميه. حاجة تاني بالنسبة للحوامل او اللي بترضع برضو ما ينفعش. حاجة تاني كمان، ان هو المفروض يتحط على سطح الجلد بس، يعني من بره بس ممكن نستخدمه، لكن مش غير كده. اخر حاجة ان هو لازم تبعديه تماما عن منطقة العين او الانف او الاذن. برضو يعني لو طفلك موجود او عندك اطفال مثلا، حاولي تبعديهم عن استخدامه، لاني العين لو وصل لها ده هيبقى خطر جدا. ولو حصل على طول تحاولي تغسليها بمية دافية علشان تشيلي اي اثر من اثار الكريم. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تدعموني باللايك وسبسكرايب، شاركوا الفيديو مع اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في احسن صحة واحسن حال. اشوفكم في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة. باي باي.